أهلا بكم في الليلة، معكم أنا محمد زينوبة ونناقش فيها. وسط مشهد سياسي وأمني واقتصادي معقد ومتشابك، تجد ليبيا نفسها مرة أخرى في قلب أزمة سياسية ومؤسساتية عميقة، وفي الوقت الذي تشكل فيه أزمة المركزي آخر تجليات المعضلة الليبية، إلا أنها جاءت بعد انقسام بين حكومتين وصدمات سياسية وأمنية عدة. فأي مستقبل ينتظر البلاد بعد كل هذا المد والجزر السياسي والأمني والمالي؟ وهل يبقى الحال على ما هو عليه، خاصة وأن هناك أطرافا عدة مستفيدة من هذا الوضع؟ أم أن التحذيرات من مخاطر الصدام المسلح أو ربما التقسيم المعلن أصبحت أقرب من أي وقت مضى؟ نناقش كل هذه الأسئلة وغيرها في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة، إليكم عناوينها مع الزميل آزم علي. شكرا محمد. مجموعة سبعة تدعو إلى سرعة حل أزمة المركزي، وممثل مجلسي النواب والدولة يؤكدان استئناف المشاورات غدا الأربعاء. وفد أمريكي يضم معاونة وزير الدفاع الأمريكي يلتقي حفتر والحداد ودبيبة، والأخير يؤكد التزامه بحماية موارد النفط وضمان تدفقه. رابطة ضحايا ترهون ترفض عودة أي فرد من عائلة الكاني، وتطالب الجنائية الدولية بتفعيل أوامر توقيف المتورطين في المقابر الجماعية. تشاركني في نشرة الليلة خديجة بن رحمون. شكرا آزم. إذا تتابعون معنا في نقطة نقاش لهذه الليلة، مركز مكافحة الأمراض ينشر دراسة تظهر أن ليبيا من أعلى المعدلات عالميا في استهلاك ملح الطعام للفرد الواحد، والتي تتراوح بين 9.12 جرام إلى 10.3 جرامات يوميا. نتساءل في نقطة نقاش الليلة عن تأثير استهلاك هذه الكمية على صحة الفرد، وكيف يمكن توعية المواطن للحد منها، وهل الملح في حد ذاته مضر أم عندما تصاحبه عادات سيئة أخرى. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتابعها مع حمزة كديش وبدر عمار. شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، إدارة المصرف المركزي المكلفة من الرئاسي تمدد قبول 50 دينارا الإصدارين الأول والثاني حتى نهاية العام الجاري. وفي الرياضة تتابعنا هذه الليلة، بعد جملة من الاستقالات، الاتحاد الليبي لكرة القدم يعيش حالة من عدم الاستقرار والشكوك حول انطلاق الدوري الممتاز. كانت هذه إذن أبرز عناوين الليلة، أما أنا فأعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، كونوا معنا. أهلا بكم. أعربت مجموعة سبع عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا المتعلقة بقيادة المصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة، والتي تظهر هشاشة الوضع الراهن. وحثت المجموعة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية لازمة لاستعادة استقرار المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي، كما دعت الجهات السياسية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تخلق المزيد من التوتر. شددت مجموعة السبع على أهمية إعادة إطلاق عملية سياسية بقيادة ليبية بتيسير من الأمم المتحدة نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص جديد في ليبيا دون تأخير. هذا ورجح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي التوصل إلى حل نهائي لأزمة المركزية الأسبوع القادم، إما بتكليف شخصية أو لجنة لإدارة المصرف إلى حين انتخاب محافظ جديد. أضاف العرفي في تصريحات للأحرار أن رئيس مجلس الرئاسي محمد النفي هو سبب الأزمة عبر إصدار قرارات ليست من اختصاصه، وهو ما أربك المشهد، وكان يجب أن يهتم بما هو مكلف به وفق قوله. إلى ذلك، أكد ممثل مجلس الدولة في اجتماعات أزمة المركزي عبد الجليل الشاوش للأحرار
توجيه البعثة دعوة إلى استئناف المشاورات الأربعاء. من جهته أفاد ممثل مجلس النواب في مفاوضات أزمة المصرف المركزي الهادي الصغير بتلقيهم دعوة من البعثة للمشاورات نافيا وجود اتفاق بشأن آلياته حتى الآن. هذا وكان ممثل المجلس الرئاسي بحوار أزمة المصرف المركزي زياد دغيم قد قال للأحرار أن المحادثات التي تقودها البعثة الأممية بشأن حل أزمة محافظ المركزي نجحت بحسب اعتقاده، حيث حددت المبادئ والمعايير، وفي انتظار نجاح التنفيذ من مجلسي النواب والدولة وفق تعبيره، مرجحا حدوث انفراجة كبيرة هذا الأسبوع في الأزمة. شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير سوريا كينتانا على أهمية تحييد الحقول النفطية عن أي تجاذبات سياسية، وخاصة حقل الشرر النفطي الذي يعد من أكبر الحقول لضمان استقرار الإنتاج ودعم اقتصاد البلاد. كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة آفاق تطوير عمل الشركات الإسبانية في ليبيا، إضافة لدعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، حيث أكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وأهمية العمل المشترك بينهما. هذا وحذر رئيس المصرف الخارجي محمد الدرات مما وصفه بتأثير المدمر الأزمة المالية على تكاليف المعيشة في ليبيا، قائلا أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل كبير مع زيادات تصل إلى 300% لبعض المنتجات. هذا وقال الضرات على هامش مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا نظمتها شركة Energy Capital and Power في روما، قال إن التجار والفاعلين الاقتصاديين يواجهون صعوبات غير قادرين على القيام بأعمال تجارية، مبينا أن انعدام الثقة في المعاملات المالية أدى إلى إصابة النظام الاقتصادي بالشلل، لا سيما بعد أزمة إدارة المصرف المركزي. أضاف الدرات أن كل يوم يمر دون حل يزيد من تفاقم الوضع ويدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي وفق تعبيره. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصرات الكاتب والصحفي رمضان معيتيق. أهلا بك سيد معيتيق. في البداية، ما الذي قرأته فيما جاء عن قمة السبع ابتداء من الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية وأيضا إطلاق عملية سياسية بقيادة ليبية نحو الانتخابات؟ تحية لك خديجة، تحية لآزم والمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال يعني المجموعات الدولية لا يمكن إلا أن تلتزم بنصوص قرارات صادرة من مجلس الأمن، وكذلك البيان الصادر من مجلس الأمن بخصوص إحياء مسار سياسي جديد فوضت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإشراف والوساطة ما بين كل الأطراف السياسية من أصحاب الملكية الليبية، وكذلك إشراك أطراف أخرى يعني من أصحاب المصلحة من الليبيين، سواء من الأحزاب السياسية، من منظمات المجتمع المدني، من مقدمي القبائل، ممثلي الشباب، المرأة. فبالتالي هذه النصوص واجبة التنفيذ، ولا تملك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا الالتزام بهذه النصوص، ما عدا أن بعض الأطراف الإقليمية تحاول التشويش على هذا المسار.
أيضا بعض الأطراف الليبية من المستفيدين من المرحلة الحالية والانسداد السياسي الحالي في ليبيا، لا تريد الخروج من المشهد وبقائها مرهون بعرقلتها لأي مسار سياسي يعيد العملية السياسية إلى أصحابها الحقيقيين. لكن يبدو ما قام به المجلس السري لكن يبدو سيد معتيق أن هناك تعويل ربما على إيجاد حل نهائي بالفعل لأزمة المركزي الأسبوع القادم، كما جاء عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، وأيضا ما جاء قبل أيام عن زياد دغيم الذي تحدث عن انفراجة قريبة الأسبوع القادم. نعم، هو من حيث المبدأ أعتقد أن الأطراف الثلاثة المعنية بهذا الأمر بداية من المجلس الرئاسي ثم الطرفين مجلس النواب مجلس الأعلى للدولة يعني على قاعدة مشتركة، هذه القاعدة المشتركة وهي إيجاد يعني بديل على الصديق الكبير واعتبار حقبة الصديق الكبير أنها حقبة قد انتهت، وبالتالي المجلس الرئاسي يعتبر نفسه يعني تكفيه هذه الغنيمة من كل هذه القصة، وصرح منذ بداية هذه الأزمة بأنه غير متشبث لا بشخص عبد الغفار ولا حتى بمحمد الشكري عندما يعني تحدث عنه في المرحلة المقبلة، وحتى عندما كلف عبد الغفار كلفه بشكل مؤقت إلى حين التوافق، ودعا في خلال فترات سابقة رغم أنه وضع مهلة دعا إلى توافق المجلسين لمن يخلف الشكري في حال ما يعني تم سحب قراره فعلا من قبل المجلسين على الدولة والنواب. فبالتالي الضغوط الدولية أعتقد بأنها يعني حققت يعني توافق أكثر، أتوقع فعلا انفراجة يعني نهائية لموضوع المصرف المركزي، لأن يعني من أثار أو من ألقى الحجر في البركة المجلس الرئاسي بتعيين أو بإصدار قرار بخصوص محمد الشكري وتعيين مجلس إدارة جديد وتمكينه من إدارة المجلس وإخراج الصديق الكبير، أعتقد أنه اكتفى بهذا الأمر وأثبت بأنه يملك من العملية السياسية بقدر ما يملكه مجلس النواب، وهو رد عملي على ما اتخذه عقيلة صالح من تدابير بخصوص يعني إنهاء المرحلة التمهيدية كما وصفها وإعادة ما سماها بصلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى المجلس النواب والذي كلف بها عقيلة لاحقا. بالتالي هذا رد عملي من المجلس الرئاسي بأنه موجود بإمكانه أن يغير شيء على الأرض وأن يلزم الطرفين في إدخالهم في مسار لطالما فشلوا فيه في أبو زناقة وهو مسار المناصب السيادية، وكذلك حشد أيضا حتى الدعم الدولي عندما صدرت القرارات الأممية وكذلك الدولية بأن المرحلة التمهيدية لم تنتهي بعد. شكرا لك الكاتب والصحفي سيد رمضان معيتيك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة. أدى مستشار المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة وكل من النواب محمد معتوق ومصباح البدوي ومحمد حماد. هذا وقد جرى افتتاح مقر للمحكمة الخميس ببنغازي بحضور وزير العدل بالحكومة المكلفة وعدد من أعضاء مجلس النواب. يشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد حكمت في يونيو 2023 بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا. من جانبه قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، قال إن إصدار مجلس النواب لقانون تأسيس محكمة دستورية مخالف للإعلان الدستوري ولحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي قضت بعدم دستوريته. أضاف المنصوري عبر منصة فيسبوك أن القانون تضمن سابقة دستورية لا توجد بأي دستور في العالم، وهي اقتصار الطعن أمام المحكمة الدستورية على رئيس مجلس النواب وعدد قليل من أعضائه ورئيس مجلس الوزراء المكلف من البرلمان، في حين هم من أصدر القانون
واصفا ذلك بالكارثة القانونية. أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة مع وفد أمريكي يضم معاونة وزير الدفاع الالتزام بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة. كما التقى الوفد الأمريكي الذي يضم نائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد إلى جانب آمر قوات الكرامة خليفة حفتر. بعد أقل من شهر على زيارة قائد القيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا مايكل لانجلي إلى ليبيا، حطت معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست ولندر رحالها في طرابلس لبحث التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات العسكرية ومراقبة الحدود. وفي أولى لقاءاتها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، تطرق الطرفان إلى خطورة إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وأكد ضرورة حماية هذه الموارد وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني. معاونة وزير الدفاع الأمريكي وفي لقاء ثان مع رئيس الأركان العام للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد وبحضور نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، شددت على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية والرفع من كفاءة الجيش الليبي. من طرابلس إلى بنغازي، دعا الوفد الأمريكي في لقاء مع خليفة حفتر إلى إحراز تقدم في العملية السياسية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن ليبيا تدرك التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتسعى إلى تطوير حلول مستدامة لمواجهة هذه الظاهرة. أكد المنفي في قمة المستقبل بنيويورك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتوفير بيئة تنموية في الدول المتضررة. وأضاف المنفي بأن ليبيا تسعى للالتزام بدورها الإقليمي والدولي في دعم المبادئ التي تسعى هذه القمة إلى تحقيقها وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والهجرة غير النظامية والإرهاب. ناقش المكلف بتسيير وزارة الخارجية طاهر البعور مع وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تناول خلاله القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه ثمن البعور خلال اللقاء الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا عبر الوصول إلى انتخابات شاملة بحسب ما نشرته خارجية الوحدة الوطنية. كما جدد طاهر البعور التأكيد على موقف ليبيا الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس. وخلال مشاركة البعور في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز الذي عقد في نيويورك خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد البعور بالموقف الداعم الذي تبنته الحركة تجاه القضية الفلسطينية، مشجعا على اتخاذ مواقف أخرى تخدم قضية الشعب الفلسطيني العادلة وفقا لما نقلته وزارة الخارجية. دانت رابطة ضحايا ترهون عودة أفراد من عائلة الكاني إلى المدينة لأي سبب من الأسباب وتحت أي حجة، مبدين رفضهم لأي محاولة لإفلاتهم من العقاب تحت أي ذريعة. طالبت الرابطة في بيان لها النائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل من ساهم في عودة هذه المجموعة أو قدم لهم الضمانات للعودة وتقديمهم للعدالة
مطالبة البعثة الأممية ومكتب حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية بالإعلان عن أوامر التوقيف الصادرة ضد المجرمين والعمل على تنفيذها لينالوا جزاءهم وفق نص البيان. هذه سيارة بنت الكانية. حقيقة أو مجازا لا تنطفئ النيران في ترهونة، المدينة التي عايشت انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان إبان سيطرة ميليشيا الكاني عليها خلال سنوات مضت. يعود اسم الكاني الذي لم يغب عن ذاكرة ذوي ضحايا المقابر الجماعية إلى الواجهة مجددا مع اندلاع احتجاجات وتصعيد تمثل في حصار مركز شرطة بالمدينة وإحراق سيارة على خلفية وجود شقيقتين لعائلة الكاني داخل ذاك المركز. المحتجون من ذوي الضحايا عبروا عن غضبهم واستيائهم من مساعي شقيقتي الكاني لفتح محضر ضد عدد من أهالي الضحايا بحسب قولهم، إلى جانب توفير الجهات الأمنية الحماية لهما، مطالبين بتسليمهما للنائب العام. نداء لرئيس الحكومة، رئيس الوزراء، وزير الداخلية أن يتدخلوا في الموضوع. هو موضوع ترهونة، موضوع الضحايا، ضروري تدخلوا وحلها على الطريقة الصحيحة. نصرة المظلوم معقولة، قتلة مجرمين معروفين على مستوى العالم يجوا بيفتحوا محضر الضحايا. كما حاول المحتجون اقتحام مركز الشرطة قبل أن تقوم الجهات الأمنية بترهونة بالتعاون مع أفراد المركز بإخراج شقيقتي الكاني ونقلهن إلى جهة غير معلومة. ويشتكي أهالي الضحايا بمدينة ترهونة الذين تمثلهم رابطة ضحايا ترهونة من إطلاق سراح بعض من يقولون إنهم متورطون بقتل وتغييب ذويهم، على غرار إطلاق اللواء 166 التابع لحفتر سراح آمر بوابة مثلث القومة عادل عبد الحفيظ يخلف وشقيقه مصابحة نور الدين يخلف آمر قوة مساندة سوق الجمعة منتصف سبتمبر الجاري. الرابطة كانت قد دعت النائب العام والمدعي العام العسكري ورئيس جهاز المباحث الجنائية وكافة الأجهزة المكلفة بملاحقة وضبط المطلوبين من أفراد ميليشيا الكاني في شرق البلاد وغربها. تقرير أممي سابق حذر من مغبة الفشل في تحقيق العدالة في انتهاكات ترهونة، الأمر الذي قد يفضي إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات وإثارة المزيد من المظالم في المدينة والمناطق المحيطة بها. معي عبر الهاتف من ترهونة عضو رابطة ضحايا ترهونة مصعب بوكريش، أهلا بك معنا. بداية سيد مصعب، يعني هذه العودة لأفراد من عائلة الكاني إلى المدينة في أي سياق قانوني جاءت؟ بداية السلام عليكم ونشكركم ونشكر جميع المشاهدين. طبعا عودة أهالي يعني عودة عائلة الكاني لا ندري من أعطاهم هذه الضمانات وهذه الإجراءات لعودتهم بداية الأسبوع. وصراحة أول ما اجتمعوا أهالي الضحايا بهذا العودة يعني جاءت هذه المظاهرات والاحتجاجات بدون تنسيق، بدون أي إجراءات أو بدون أي اتخاذ إجراءات مسبقة لهذه الاحتجاجات. سيد مصعب هل أنت في الاستماع؟ ألو ألو أيوة أنا. طيب يعني ألم يتم ذكر أو على الأقل مسؤول عن إعادة هؤلاء إلى المدينة في ظل الظروف الحالية وعدم يعني الحصول على ما يتعلق بكل من قام وأجرم بحق الأهالي في ترهونة؟ طبعا عودتها عائلة الكاني هذه ما جاءت بدون يعني لا أدري صراحة لا أعرف ماذا أقول، لأن تقريبا الأجهزة الأمنية هي من ساهمت في عودتهم وأعطاهم الضمانات والحماية لعودتهم إلى منازلهم داخل ترهونة. طيب إذن الآن يعني
ماذا سيحصل بعد ذلك؟ هل خروج أفراد من عائلة الكاني سيكون من الممكن العودة إلى الهدوء في المنطقة؟ لا بالطبع، يعني إذا كان عودة عائلة الكاني لترهونة فهذا سيسبب خلل اجتماعي وفي السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في داخل المدينة. لا يمكن من أهالي الضحايا قبول هذه العائلة داخل المدينة. وصراحة احنا نطالب الأجهزة الأمنية والمجلس الاجتماعي والمجلس البلدي بعدم عودة هذه العائلة، لأن الشرخ الاجتماعي الذي حصل من هذه الميليشيا أبال سيطرتها على هذه المدينة شرخ كبير، ولا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن الاستهزاء بدم الشهداء. طيب كأنتم كرابطة هنا، ما الذي يجب أو ما الخطوات القادمة يمكن أن تتخذوها في ظل مثل هذه الظروف؟ طبعا طلبنا بعض الأجهزة الأمنية بالوقوف على هذه العودة، وقدمنا بعض المذكرات لمكتب النائب العام وبعض الأجهزة الأمنية، فإن هذه العودة ستتسبب شرخ كبير. وأيضا نطالب النيابة العامة والجهاز المباحث الجنائية الإسراع في اتخاذ الإجراءات سواء في ممتلكاتهم أو في الممتلكات التي تغتصب أصلا هي مملوكة للدولة الليبية، أو الممتلكات التي اغتصبوها من الأفراد الذين كانوا أبان الفترة مسيطرين على هذه المدينة. يجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات ومصادرة هذه الأملاك حتى لا يكون أو لا يفتح لهم الباب للعودة داخل المدينة. عضو رابطة ضحايا ترهونة مصعب بوكليش، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى أخبارنا الاقتصادية مع حمزة بنش. شكرا لكم. أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي تمديد فترة قبول الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من قبل المصارف التجارية حتى نهاية شهر ديسمبر القادم. هذا وطالب مدير إدارة الإصدار بالمصرف المركزي في رسالة موجهة إلى مدراء المصارف التجارية باستمرار قبول فئة 50 دينارا من الإصدارين الأول والثاني إلى غاية نهاية ديسمبر القادم، على أن يتم سحبها من المصارف التجارية بحلول 15 من شهر يناير من العام المقبل. تعود فئة 50 دينار إلى الواجهة من جديد، ويستمر معها مسلسل الإجراءات المتخذة حيالها من قبل الجهات النقدية. أحدث المستجدات هو اتخاذ إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من الرئاسي قرارا بتمديد سحبها من التداول حتى نهاية ديسمبر، على أن يتم سحبها من المصارف بحلول بداية العام القادم. القرار المعمم على المصارف التجارية يتوافق مع ما أقرته إدارة النقد في فرع المصرف المركزي ببنغازي بشأن تمديد سحب بفئتي 50 دينار الإصدارين الأول والثاني من التداول بنهاية ديسمبر. ويعتبر القرار الحالي هو الثالث من نوعه بخصوص سحب 50 دينار من التداول، ولعل الأزمة الراهنة حول إدارة مصرف ليبيا المركزي كانت سببا رئيسيا في تأجيل السحب عدة مرات بحسب مراقبين. عملية السحب أثارت شكوكا بين الليبيين، حيث يخشى المواطنون فقدان السيولة بظل أزمة المصرف المركزي وشح الأموال في المصارف، فيما يقف التجار حائرين بين التعامل بفئة 50 دينار وتحويلها للمصارف وفق قرارات السحب. هذا الشك خلق تشوها نقديا في التعامل بفئة 50 دينار، حيث خفضت قيمتها عند شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي، وظلت نسبة الخفض متفاوتة بين تاجر عملة وآخر. فهل سيؤدي توحيد فترة السحب بين المصرف المركزي في طرابلس وفرعه في بنغازي إلى إنهاء هذا التضارب والتشوه النقدي، أم ستستمر الأزمة مع استمرار أزمة المصرف المركزي وإدارته؟ هذا ونشر مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، مشيرا إلى بلوغ سعر صرف الدولار 6 دنانير و47 درهما، فيما بلغ سعر صرف اليورو 6 دنانير و717 درهما، بينما استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 7 دنانير و657 درهما.
من ناحية أخرى، واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية انخفاضها في تعاملات السوق الموازية الثلاثاء، حيث سجل سعر الصرف الدولار 7 دنانير و480 درهما، بينما بلغ سعر الصرف اليورو 8 دنانير و230 درهما، فيما استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند حاجز 9 دنانير و800 درهم. أعلن مصرف الوحدة عن تفاصيل الأسقف المالية لخدمة وان باي، حيث تم تحديد سقف التحويل اليومي ب 25,000 دينار للأفراد، وتحديد أسقف السحب الأسبوعية ب 30,000 والشهري ب 50,000. هذا وكشف المصرف المركزي أو مصرف الوحدة عن تخصيص سقف يومي لمعاملات الدفع من التجار بقيمة 10,000 دينار والأسبوعي والشهري ب 1,000 دينار، مشيرا إلى تحديد قيمة سقف إضافة والخصم لرجال الأعمال ب 200,000 دينار والشهري ب 500,000 دينار. بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتأهيل. هذا وشهد اللقاء الذي حضره سفير تونس لدى ليبيا تناول التحديات المشتركة في سوق العمل والتأكيد على التنسيق المستمر بين البلدين، حيث تم التأكيد على توعية العمال التونسيين بأهمية تسوية أوضاعهم القانونية وفق التشريعات الليبية، مع دعوة العمال للتسجيل في منصة وافد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وتنظيم عملهم في ليبيا. قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة إين الإيطالية تخطط لبدء التنقيب في حوض غدامس الشهر المقبل وفي حوض سرت العام المقبل، وذلك نقلا عن رئيسة إين لشمال إفريقيا مارتينا أوبتيزي. وقالت مارتينا خلال حلقة نقاش في روما ناقشت وضع قطاع الطاقة الليبي أنظمتها أو نظمتها شركة إنرجي كابيتال أند باور، إن الشركة لم تتوقف أبدا عن النظر إلى ليبيا كمنطقة مهمة لإنتاج النفط والغاز، وهي تعد منطقة مهمة لإنتاج النفط والغاز بالنسبة لشركة إيني وفق قولها. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي أكميات الغاز الطبيعي المستهلكة محليا وصل إلى نحو 1,210,000,000 قدم مكعب. وبحسب بيانات المؤسسة، فقد استحوذت الشركة العامة للكهرباء على الحصة الأكبر بمقدار 1,014,000,000 قدم مكعب، موضحة أن استهلاك مصانع الحديد والصلب تجاوز 63,000,000 قدم مكعب، في حين بلغ استهلاك مصانع الإسمنت حوالي 28,000,000 قدم مكعب. كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عن توزيعها أكثر من 7,000,000 لتر من البنزين وما يزيد عن 1,000,000 لتر من الديزل في مدينة طرابلس وضواحيها خلال الأيام الماضية. وأوضحت الشركة أنها وزعت أكثر من 6,000,000 لتر من البنزين وأكثر من 8,000,000 لتر من الديزل من مستودع راس المنقار بمدينة بنغازي، في حين تم توزيع أكثر من 1,000,000 لتر من البنزين و 180,000 لتر من الديزل على مدينة سبها وبعض مدن المنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودع سبها النفطي. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى زميلين خديجة وعزم. شكرا حمزة. شكرا لكم. قال نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا أحمد الغزالي إن التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطاقة والاقتصاد سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة للبلدين من خلال تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والطاقة المتجددة. أضاف الغزالي أن المائدة المستديرة التي انعقدت في روما بين ليبيا وإيطاليا تأتي في إطار التمهيد لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المزمع انعقادها بطرابلس في يناير من العام المقبل، والتي تنظمها شركة إنرجي كابيتال أند باور، وذلك سعيا لأن تحظى هذه القمة بمشاركة كبيرة متجاوزة الظروف الحالية. في سياق ذي صلة، أعلنت شركة سايبوم الإيطالية حصولها على تأهيل مسبق لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وبناء منصة إنتاج ضمن مشروع تطوير الهياكل في ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار. ووفقا لموقع إنرجي كابيتال باور، فإن مشروع الهياكل الذي تقوده شركة ماليتا للنفط والغاز يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتزويد السوق المحلية الليبية والصادرات إلى أوروبا، مستهدفا 750,000,000 قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2026. نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض دراسة عن معدل استهلاك الملح اليومي في المجتمع،
أظهرت أن ليبيا من أعلى المعدلات عالميا في استهلاك الملح للفرد الواحد. وبحسب الدراسة فإن متوسط استهلاك الفرد يتراوح بين 9.12 جرام إلى 10 جرامات فاصلة 3 يوميا، وهو ما يعادل ضعف الكمية الموصى بها عالميا والتي هي أقل من 5 جرامات يوميا. إذن ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس استشاري أمراض السكري والتغذية العلاجية الدكتور عبد القادر المصري. أهلا بك دكتور. إذن كما قرأنا ليبيا من أعلى المستهلكين عالميا للملح، ما الأضرار التي تحصل في جسم الإنسان عند استهلاك هذه الكمية العالية من الملح يوميا؟ لا شك أن الدراسة يعني أفضت بأن ليبيا واحدة من الدول التي يعني تتعاطى أعلى معدلات من الملح، وهذا طبعا له ضرر على الصحة، ضرر واضح، لأن الزيادة في أكل الملح هو له أضرار على سواء كذلك على الكلى أو على مستوى ضغط الدم. نعرف أن مستوى ضغط الدم مربوط ارتباط مباشر بنسبة الأملاح اللي ناكلها يوميا، ولكن هناك أشياء أخرى وهناك عوامل أخرى تتحكم في الأضرار التي قد تنتج عن زيادة في معدلات الملح في طعامنا، كمثلا أكل اللحوم الحمراء وأكل الدهنيات المشبعة الممتزجة بالملح الطعام اللي هو العالي النسبة. فطبعا لما احنا نتكلموا على نسبة ملح في طعامنا، في بزين بالحم أو في مثلا كسكسي بالحم أو في زرقوش أو في كذا واحد، نسبة الملح مضاف إليها نسبة الدهون المشبعة، وهو له ضرر مباشر على القلب والشرايين والأوردة، وله ضرر مباشر على نسبة ضغط الدم. وحقيقة إن المعدلات يعني المعدلات عالية جدا مقارنة بالعالم، ولكن الدراسة تحتاج إلى تفصيل أكثر صراحة يعني. طيب لكن دكتور يعني نعم. نتحدث عن الطرف الآخر ربما، هل من الممكن للإنسان أن يعيش بدون ملح نهائيا؟ هل هذا يعتبر شيء صحي؟ نعم، لكن في ظل وجود الأملاح البديلة كالأملاح الهملايا اللي ترى منتشر الآن انتشار واسع في العالم كله، الأملاح اللي هي الأملاح شو مشكلتها؟ احتوائها على عنصر الصوديوم. عنصر الصوديوم هو الذي فيه ضرر في الملح، هو الذي يرفع من نسبة ضغط الدم، هو الذي يرفع من نسبة ضغط الدم في الشرايين، وهو اللي يرفع من عملية المقاومة المرتدة في شرايين الجسم، والذي بدوره يسبب ارتفاع في ضغط الدم. لكن احنا نتكلم على يعني على معدلات يعني 10 و12 يعني معدل عالي جدا، لكن راهو المعدل مش في ليبيا بس، احنا هناك كثير من الدول دراسه تحتاج الى تفصيل اكثر، او قد تحتاج الى يعني دراسه اوسع واكبر من معرفه ان يعني هل ان ليبيا من اكبر معدلات في ارتفاع الاملاح. ولكن انا بصراحه امانه هي دراسه ممتازه ورائعه، وانا يعني احيي الاخوه اللي قائمين على 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 هذه الدراسه، ولكن نحن محتاجين اكثر في عمليه مسح في عدد مرض ضغط الدم في ليبيا حتى نعلم المسببات. يعني مرض ضغط الدم ما نعرفوش لغايه الان كم عدد مرض ضغط الدم في ليبيا، ارتفاع ضغط الدم لغايه يومنا هذا ما نعرفوش كم عدد مرضى السكري في ليبيا، اللي احنا في امس الحاجه، اللي السكري الكلى الاخضر واليابس في ليبيا امانه بالعامي هكذا يعني ما زال مش عارفين معدلات مرض السكري في ليبيا. صحيح انني خرجت من الموضوع، ولكن نحن في امس الحاجه الى هناك مسح بعدد مرضى السكري اسوه. قد يكون من السهل دكتور اقناع مريض ما بأن ينقص ربما من كمية الملح، أو ربما يأكل الأكل بدون ملح نهائيا، لكن يعني كيف يمكن إقناع الشعب الليبي أو الأفراد الذين يعني الأصحاء بأن يقللوا من نسبة الملح؟ يعني هل هناك حملات توعوية بهذا الموضوع؟ نعم سيدتي الفاضلة، شوفي القصة إن تنقص الملح كون إنه صعب ومستحيل وواحد وكذا، هي عملية تعود. كما تعودنا إن ناكل ملح زايد في أكلنا، نتعود نفسنا
مع الوقت بان ناكله ملح ناقص في اكلنا، يعني عمليه تعود مش عمليه انك انت لما تتعودي تنقصي الملح. اليوم ما تستصغيش شيء، غدوه ما تقدريش، بعد ما تقدريش بعد شهر شهرين بتعودي على الكميه المنخفضه من الملح في الاكل يعني مع الوقت. اذا هي عمليه تربيه نفس على هذا الشيء، عمليه انك انت كيف تتعودي على الشيء هدايا، عمليه كيف ثقافه في المجتمع تنشر بان اضرار الملح وارتفاعه، وخاصه عندما يمزج الملح العالي هدايا مع اكل دهني عالي جدا زي القرقوش وزي الاكل بتاعنا. عرفت وانت تعرفي اكلنا الليبي كويس، انه هو اكل الليبي اكل دهني عالي جدا، ضيفي عليه الملح فيصبح الاضرار بتاعه متعدده. نعم. الاضرار ضرر على القلب، ضرر على الشرايين، ضرر على الاورده، نسبه الاصابه بمرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم تزيد مع زياده اكل الملح واكل السكريات والحلويات وما الى ذلك. شكرا لك دكتور عبد القادر المصري المختص في امراض السكري والتغذيه الصحيه، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا لك. الان مع جوله من اخبار الرياض يسحبنا فيها بدر عمار. شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. رغم إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم انطلاق الدوري الممتاز في 2 أكتوبر المقبل، تبدو الصورة ضبابية أمام الأندية الرافضة لسياسة الاتحاد للكرة، ما يجعل انطلاق المسابقة في 2 الشهر القادم محل شك بعد أن أعلن رسميا تأجيل قرعة الدوري وكذلك موعد انطلاق المسابقة. مصير مجهول وكل شيء متوقع. مقدمة ما قبل الموسم الجديد من الدوري الممتاز على خلفية بيانات الأندية الرافضة والأخرى التي اختارت الصمت في مشهد ساخن لم يعشه اتحاد الكرة من قبل. الظهور الأخير لرئيس اتحاد الكرة وحديثه عن صعود 14 فريقا وإلغاء الهبوط لاق حملة رافضة من الشارع الرياضي الليبي وقبل ذلك بعض الأندية التي أصدرت بياناتها وأعربت عن موقفها بعدم خوض المسابقة قبل الذهاب لانتخابات مبكرة. ضغط جماهيري وموقف متصاعد نتج عنه أول استقالة من أعضاء المكتب التنفيذي. مجدي شعيب يغادر منصبه من المكتب التنفيذي، ومصادر ليبيا الأحرار تؤكد استقالة عضوين آخرين وإمكانية لحاق آخرين. من زاوية أخرى يتساءل محللون، هل اتفقت الأندية على الإطاحة بالاتحاد الحالي لفتح المجال لتركيبة أكثر كفاءة؟ أم أن تقسيم الكراسي نظام متداول باختلاف ولايات اتحاد الكرة؟ ورغم ذلك لم تشهد تحضيرات الأندية للممتاز أي توقف رغم معارضتها المعلنة لانطلاق المسابقة، والبعض منها يعسكر خارج ليبيا. مشهد مليء بالأحداث وكل شيء متوقع في اليومين القادمين، فحتى الأندية المستفيدة من قرار الصعود قد تجد نفسها عائدة للدرجة الأولى، فبقاؤها في الممتاز مرهون ببقاء رئيس اتحاد الكرة وشركائه في المكتب التنفيذي في هذا القرار، كما أن طعن الأندية الرافضة للقرار الأخير من شأنه أن يعيد كلا إلى دوريه حتى وإن ظل الشلمان على قيد الرئاسة. من جانب آخر، طالب قبل قليل نائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم خميس آدم بوضع خارطة طريق وانعقاد الجمعية العمومية في موعد أقصاه منتصف أكتوبر القادم. كما طالب خميس آدم في مؤتمر صحفي قبل قليل بضرورة تشكيل لجنة للانتخابات والطعون وتحديد 15 نوفمبر المقبل موعدا لانتخاب مجلس إدارة جديد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم يرد رئيس الاتحاد على هذه المطالب فسوف يستقيل من منصبه ويصبح حينها مجلس الإدارة غير شرعي لعدم اكتمال النصاب القانوني في الأعضاء. وفي وقت سابق من اليوم قدم النائب الثاني لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل أوجدي استقالته من منصبه بسبب الضغوطات التي حصلت على اتحاد كرة القدم في الفترة الأخيرة. الأوجدي الذي استقال من منصب رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الفترة الماضية قال إنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية والاجتماعية إن وجدت خلال فترة توليه منصب عضو بمجلس الإدارة في الاتحاد الليبي لكرة القدم.
دخل فريق الاتحاد في مرحلة التحضير الثانية قبل انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد ختام معسكره الخارجي الذي أقامه في تركيا. الفريق يتدرب يوميا بقيادة المدرب الوطني أسامة الأحمادي الذي يعمل على تحضير الفريق والمنافسة بقوة في الموسم القادم الذي تأجل موعد انطلاقه حتى موعد غير معلن. أعلن نادي المدينة تعاقده مع لاعب منتخب النيجر يوسف داودة لتعزيز تشكيلة الفريق المقبل على الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم. وتأتي هذه الصفقة ضمن جملة من التعاقدات التي أبرمتها إدارة المدينة تحضيرا للموسم الجديد بقيادة المدرب التونسي سعيد السايبي. هذا ويتطلع المدينة لتثبيت نفسه في قمة الترتيب والمنافسة بقوة على البطولة خصوصا بعد نجاحه الموسم الماضي في التواجد ضمن مرحلة سداسية التتويج. استهل فريق الأولمبي تدريباته في معسكره الخارجي بتونس في المرحلة الثانية من برنامج التحضير للموسم القادم. معسكر تونس هو الثاني لأزرق الزاوية بعد معسكر بدني أول، حيث سيركز المدرب حمدي بطاو على الجانب الفني في هذه المرحلة للوصول للجاهزية الكاملة، إذ يأمل الأولمبي في تكرار نتائجه في موسم 2021-2022 عندما وصل بجدارة لمرحلة سداسية التتويج. تنطلق بمدينة الزاوية يوم الأربعاء بطولة ليبيا للشطرنج للفئات السنية بمشاركة حوالي 70 شطرنجيا من مختلف المدن الليبية. البطولة التي تأجلت عن موعدها السابق ستنطلق الأربعاء في غابة جدايم وتستمر حتى يوم الجمعة، وستقام مواجهتها بالنظام السويسري. كان اتحاد اللعبة قد وضع معايير المشاركة وأعمار المتنافسين من تحت 8 سنوات إلى 20 سنة في هذه المسابقة. ختام الرياضة مشاهدينا، شكرا لكم. الآن العودة إلى خديجة وأزم بقية أخبار هذه الليلة. شكرا لك بدر. قال رئيس الهلال الأحمر بن وليد علي الفقهي إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة أدت إلى وصول ارتفاع منسوب المياه إلى معدلات غير متوقعة. أضاف الفقهي في مداخلة مع الأحرار بأن ارتفاع منسوب المياه الذي تجاوز مترا قد أدى إلى وفاة أحد المواطنين بسيارته بعد أن جرفتها السيول في وادي وشتاتة، مضيفا أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الجثمان بعد نحو 4 ساعات من فقدانه. أوضح الفقهي أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 19 عائلة كانوا عالقين بالسيول، مؤكدا أن الأوضاع الحالية تشهد استقرارا إثر توقف الأمطار وانخفاض منسوب المياه في المناطق السكنية في مدينة بن وليد. تواصل الشركة العامة لخدمات النظافة مسرات أعمالها في فتح مسارات وادي وعيني بمدينة مسلاتة، حيث شملت الأعمال إزالة العوائق والمخلفات وتنظيف مجرى الوادي لضمان تدفق المياه بشكل طبيعي خلال هطول الأمطار. وذكر عميد البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة طوارئ شاملة يتم تنفيذها من قبل لجنة الطوارئ بالبلدية استعدادا لفصل الشتاء والمخاطر التي قد تنجم عن الأمطار الغزيرة. قمنا بإنشاء لجنة طوارئ من عدة جهات، وفي شركة ما نعرفش والله الحقيقة اسمها من مصراتة جو عندهم استعداد، وجونا في بداية الموسم قبل هطول الأمطار يعني، ومشوا كشفوا على عملية الاختناقات والوديان اللي فيه المشاكل، والحقيقة تواليهم يجي حوالي 4 أيام في عملية التنظيف والأمور يعني. الحقيقة قمنا بالاستعداد وإن شاء الله ربك يسر يعني. طالب عدد من أولياء أمور التلاميذ بمدرسة الجعران الأساسية في مدينة مسلاتة خلال وقفة احتجاجية لهم، طالبوا وزارة التربية والتعليم ومراقبة تعليم مسلاتة بضرورة إجراء أعمال الصيانة العاجلة لجدار مبنى المدرسة المتصدع لما يمثله من خطر كبير على سلامة أبنائهم. وقال أولياء الأمور إنهم عقدوا اجتماعا مع إدارة المدرسة التي أكدت علم كافة الجهات المعنية بتهالك الجدار منذ فترة طويلة من خلال المراسلات وزيارة اللجان الفنية
ولم يتم اتخاذ أي إجراءات للصيانة، محملين الجهات ذات العلاقة مسؤولية سلامة أبنائهم وأي أضرار مستقبلية قد تحدث. اليوم قمنا بزيارة الفصول وشفنا لما تعانيه من تصدع في الأسقف، وللأسف تم مراسلة وزارة التعليم ومراقب التعليم في السنوات الماضية ولكن دون جدوى، فنطلب من الوزارة الاسراع في صيانة هذه المدرسة. طبعا احنا مقبلين لفترة الشتاء والمطر والجدار هذا صاير له ميول هلبة، يعني نطلب من الجهات المسؤولة داخل وزارة التعليم انها تهتم بالجدار هذا وشوفوه يعني بعين الاعتبار، لأن التكلفة بسيطة والثمن غالي. بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزير التعليم والبحث العلمي عمران الجيب سبل دعم وتطوير قطاع التعليم العالي ومتابعة خطوات الجامعات والأكاديمية الليبية في دراسة الإشكاليات والأزمات التي تواجه القطاع. شدد اللافي على أهمية مشروعات التحول الرقمي التي ستمكن الباحثين من التعامل مع منصات قواعد البيانات، وذلك بحضور رئيس الأكاديمية الليبية وعدد من المسؤولين. كما قدم الوزير إحاطة عن استعدادة الوزارة لاستقبال العام الجامعي الجديد وانطلاق برامج الدكتوراه بالجامعات الليبية، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة في المؤسسات الجامعية. ناقشت نقابة الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين خلال اجتماع لها بمدينة البيضاء تفعيل دورها النقابي بحضور عدد من الاختصاصيين وأعضاء من النقابة العامة ومديري فروعها بالمنطقة الشرقية. كما تطرق الاجتماع إلى أهداف النقابة ونظامها الأساسي وآلية العمل والانتساب لها، حيث يجري الاستعداد لانتخاب النقابات الفرعية والنقابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمفوضية الانتخابات. حيتخلل هذا الاجتماع عدة نقاط على رأس جدول الأعمال، اللي هي العراقيل التي تعترض الزملاء في النقابات الفرعية التي حالت دون الوصول إلى أو البدء في تفعيل نقابات، من ضمنها المقرات ومن ضمنها الاعتراف المجتمعي ومن ضمنها عدد من العراقيل التي تحتاج إلى تدليل وتسهيل بالاتصال مع جهات ذات العلاقة، وبالتالي سنضع النقاط الحروف من خلال هذا الاجتماع إن شاء الله، الذي سينطلق في اجتماعات متواصلة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية الغربية والمنطقة الجنوبية على امتداد إن شاء الله التراب الليبي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة. إذن نترككم مع حوارية الليلة ومحمد زيوبة. إلى اللقاء. انسداد سياسي طال وأزمة تحيط بالمصرف المركزي تهدد معيشة المواطن وما تبقى من قيمة الدينار، وبعثة دون مبعوث رسمي ودون أي مقترحات ناجعة، كل هذا يجري في ليبيا التي هي جزء من إقليم ملتهب ويزداد اشتعالا. فإلى أين تتجه بلادنا سياسيا واقتصاديا وسط كل هذا؟ نناقش كل ذلك وأكثر بعد فاصل قصير، كونوا معنا.